thank okay. you الخير مساء الورد مساء الجمال ومساء الابتسامه لكل متابعين برنامج رايكم شباب اشتقت للحلقه صار لي اسبوعين مو موجوده معاكم فعلا 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 فقدت كل متابعين هذا البرنامج الجميل ان شاء الله راح توصل اليوم في ساعه كامله على الهواء مباشره بمواضيع تفيد كل الشباب مسيناكم بالخير نقول حق شيخه مساء الخير يا مساء الخير يا مشاعل الحمد لله على السلامه من بعد الاجازه اكيد احنا اشتقنا لك بعد كلنا مشاعل حياكم الله مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج رايكم شباب اليوم السبت اتمنى الكل استمتع بالويكند مع ان الجو شويه ما يساعد لان غبار والكل تعبان يعني اغلب الشعب تعبان بالمستشفى من فحل... الحساسيه من الحساسيه والغبار فدير بالكم يعني حاولوا تقعدون بالبيت تغطون كل الاشياء اللي ممكن تدشش الغبار بالبيت ان شاء الله اتمنى الكل استمتع نرد حق مواضيع حلقاتنا وفقراتنا اليوم الشبابيه طبعا ما يخلى رايكم شباب من موضوع الحلقه مشاعر اليوم موضوعنا جدا مهم لكل شاب اتوقع كلنا عندنا اصدقاء ومهم جدا ان كل شخص يكون عنده صديق صح بس شلون تتعاملين مع الصديق اللي دائما يتذمر ودائما سلبي انا بكل بساطه اسفها انا اتخلى عنه يعني انا شخصيه متذمره يعني انا اقول الصدق يعني شغله ما تعجبني اتكلم اقول اقول لا لا أقول لا اقول في اللي على طول لا. يتذمر ماكو شيء يعجبه يعني يا اسمي للحياه اي ودي الطب النفسي والله بسيطه كاهو يمنا ودي اروح الطب النفسي والله العظيم الطب النفسي مو مكان سيء يا جماعه الطب النفسي حق المكان اللي يحس انه ما ما انا مو لا لا تحاولين تحاولين لا لا, لا اذا واحده مره مرتين ثلاثه يكون عندها مثلا مشكله تتذمر منها بس واحد على طول هذا معناته يعاني من من مشكله نفسيه فلازم يتعالج يروح الطب النفسي اذا ما يحب يروح الطب النفسي يروح عند عياده متخصصه في الامراض النفسيه اذا مو حاب انك تعالج بالكويت اساسا انا فكره روح برا الكويت <applause> والله ايه لان في ناس وايد يقول لا ما بيصير عندي ملف اوكي ما صار عندك ملف روح برا عالج ايه بس عالج نفسك يعني اذا كان شيء بسيط حاول تعطي حق نفسك ايجابيه حتى لو ما تبي الناس تشوفك الحين بالسوشيال ميديا تقدر تدش اليوتيوب تقدر تدش وايد اماكن ممكن صح. تتعالج تروح طبيب نفسي ترى مو عيب مو عيب حتى لو شخص ما فيه شيء مو عيب انه يحط له طبيب نفسي. صح كلش مو عيب، ممكن انك تتعالج من هالشيء، لانه في ناس هذا يكون مرض فيك يعني مو عيب، انت انخلقت او في بيئه او تربيت انك انت دائما تتذمر، دائما تشوف الاشياء بسلبيه، فحاولوا تطلعون حياتكم بشيء ايجابي، انا من وجهه نظري اذا كانت صديقتي وايد تهمني يا اني اسفها يا يعني انه ممكن اعدلها اعطيها ايجابيه بالحياه اذا ما فاد وايه خلاص لازق فيها هذا الشيء، ممكن ابتعد عنها، اصادفها، اسفهها، أيوة. ما احاول اخذ من طاقتها السلبيه. صح انا ما مو بس اني حتى اذا شفتها عادي اسوي روحي مو شايفتها ولا اي صوبها لانه خلاص يعني انا بروح اللي فيني كافيني، الواحد هم عنده يعني مشاكل, مشاكل حياتي. حياة. أكيد يعني هم عندي دراستي، هم عندي شغلي، هم عندي اهلي، ويني واحد بعد فوق هذا ينكد علي، يعني فبصراحه ما راح تهمني. مو انك انت حتى لو رفيجتي، حتى لو رفيجتي حل اوكي عادي يعني شنو اذا رفشتي هذه هي وحده غيرها يا جماعه رفجات ان شاء الله ما قاعد تشوفوا الحلقه ترى مو انت رفيجاتي و... 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 ترى مو انت لا والله الحمد لله يا رب لا يعني شيخه وني سي شوفي اذا اعرفهم ايه اي انت... ادري بس بشي. ممكن اتيهم يعني احنا كنا قاعد نتكلم قبل شوي عن الشخص اللي هو عايش من بدايه حياته دائما يتذمر، بس ممكن واحده من اصدقائك يعني ما شاء الله انا قاعد اشوف جروبك وايد حلو وينيسين يمكن تحوشها حاله لفتره معينه لا إن هي تبلش اي توقفين معاها هني ممكن تعدلينها تعطينها ايجابيه لان هذه الحاله توهيتها او في شيء قوي يعني صدمها بحياتها ممكن انه خلاص تشوف كل شيء الحين بايجابيه وما تثق بحد يعني صح. انا انا بالنسبه لي حاشتني هذه الحاله ان مثلا صديقتي كسرت فيني كسره قويه ومثل ما يقولون طعنتني من ورا ظهري وما ادري شنو هذول الاصدقاء فممكن تيجي ايجابيه خلاص سلبيه بالحياه تشوفين كل الناس ما تثقين فيهم ما تتكلمين ما تقدرين تشوفين كل شيء سلبي فحلو انه يكون عندك صديقه قريبه منك تطلعك من هذه الحاله تعيشك الحاله اللي للحين الناس بخير هذا الكلام ممكن يردك حق حياتك الطبيعيه مشاعر بقول لك شغله قولي لما يصير عمرك 27 28 29 شيء لما شوفي لما كنت كبرت يعني قبل اربع سنين مو وايد يعني كم إيه. سنه بس كنت انا دائما افكر شيء انه اذا ضايقت من احد خلاص ضل عندي الطاقه السلبيه ومضايق ومضايقه ايوه هذا الحين ممكن. انا لا تغيرت وايد احس انه خلاص اوكي ضايقني خلاص طاف اكمل حياتي بعدين الشخص اذا يبي يتعدل يتعدل ما يبي يتعدل كيف اي انا إنت على إن ليش انا احبها وتكون نفسها أيوة فهمتي إن يعني خلاص ليش ليش تسوون كذي يعني خلاص اصدقاء حلو الثقه بالناس حلو انك تتكلمين لا لا مو حلو الثقه بكل الناس لا أيوة تصيرين بريئه او في كل الناس انه عادي المظاهر في معظم الاحيان خداعه اي هذا الزمن لازم تحط بالك لا أيوة تحط أيوة. بالك ذكري. من كل الناس أكيد مشاعر لا, لا لا أنا ما أثق بكل الناس لأن وايد ناس أنا وثقت فيهم طلعوا مو قد الثقة وايد أنا ما أقول وايد أي لأن مم. أنا واحدة اللي بقلبي على لساني يعني ما أعرف أحط مثل شغلة بقلبي فأي أقولها فلما أي أقول حق الشخص اللي قدامي أو مثل موقف الحين أنا زعلانة من الشيخة مثلا مم. ما أقدر ما أقدر إن أي مثلا ما راح أعاتبك أنا ما أعاتب أنا ما مم. عندي هالطبع ولا راح ياكل منك لانه خلاص يعني خلاص وصلت لقناعة قناعه مثلا ان عندي لا راح يدمر ولا راح يعني انت شو شخصيتك انا شخصيتي ممكن ان اذا يعني زعلت من بني ادم ومثلا متضايقه منه وصله ان انا كنت متضايقه من هذا الشيء آه ممكن اني ازعل اتذمر بيني وبين نفسي اضايق ان رفيجتي ويعني عورتني او مثلا قالت كلام مو زين بحقي ووصل لها وتدري وما يتكلمتني يعني معناته ان انا قاعد ازعل وقاعد ذمر وقاعد اضايق وعلى يعني على موضوع نفس هذا وهي تدري وما كلمتني يعني معناته انا مو مهمه بالنسبه لها بس انت لها غلطانه بس انا مهمه بس انت غلطانه ليش غلطانه تدري ليش لا انا اقول لك ليش انت غلطانه لي لي. لانه ما رحتي الدايركت حق صديقتك اذا انت تحبينها لا ما اقدر لا إذا ما اقدر ]ها... هذا طبيعي مشاعري أنا... لا شوف شو اقول لك انا شو اقول لك انا مو اكبر منك اكبر منك بيوم أفهم, أفهم منك, منك, بسنه <applause> شوفي ارفع سماعه التليفون دق عليها اقول لها ترى انت سويت شيء يمكن الشخص يكون قاعد يتعامل بعفويه بس تنفهم شيء وايد احيانا يعني الواحد يسوي شغله وتنفهم م. غلط انا مره انا مره, مرة صلح صلح راشد م. على حلقه من حلقاته قعدت انا صالح ما عجبتني الحلقه صالح فيها شوف فيها شوف وصالح وقتها كان وادي معصب كان يزفني انا هذه مره سألت قلت ما ابي اقولها على الهواء كنت اقول انا زعلانه زعلانه منك قلت على الهواء ان انا زعلانه منه بس شنو هو بعدين قال لي قال لي شحول ترى انا مو قصدي ان انا انا قلتها بعرفك يقول إيه؟ انا كنت مضغوط وانت كنت قاعد تقولي لي فانا وقتها ما كنت بتحمل هذه الصداقه الصح ان انا لما اكون مضغوطه اطلع اللي داخلي بس ما اقول بس مثلا ما, ما اي اقول عندك مثلا شيخه والله انا زعلانه من من فلانة. صالح إيه. ويروح مثلا وتروحين انت مثلا توصلين حق صالح بطريقه ثانيه ما تدري الناس ما توصل دايركت لا شوفي انا بقول لك شيء الحين انا قمت اي شخص يقول لي كلام ما اصدقه ولا اخذه تدري ليش لان ممكن هذا الشخص قال الكلام بس وصل وصل لي الكلام طريقه ثانيه طريقه ممكن استفزازيه <applause> اكيد مش عارف. احنا قلنا رأينا بموضوع الحلقه وننطر ارائكم مشاهدينا بانستغرامي او ما عندها انستغرام او انستغرام الراي راي تي في تي <applause> في قولوا رايكم موضوع حلقتنا هل انت الشخص من الاشخاص اللي تتذمر وشنو تتعامل مع الصديق اللي اللي يتذمر شلون تتعامل معاه اكيد راح يكون عندنا مواضيع وعندنا ضيوف اليوم عندنا ضيف مشروع فكره يوسف الرومي راح يكون معنا وعبد اللطيف الربيع وطارق العيسى راح يكونون معنا نتكلم عن مجموعه سور الكويت التطوعيه وعندنا اكيد مشاعل اليوم تقارير بعد. اخبار وتقارير. طبعا عندنا خبر جدا مميز خبر بصراحه امانه انا ابدا ما عجبني بس شوف العلم سبحان الله يوم بعد يوم قاعد يتطور يعني تتطورون قاعد تدخلون باشياء يعني خاصه. غريبة يعني إنتو إذا تعرفون شنو الخبر تنطرون للفقرة الأخيرة لازم عشان تعرفون شنو هذا الخبر اللي ممكن الإنسان يتحكم بأشياء مستحيل بيوم من الايام انك تتوقع ان هذه شغله معينه احنا راح نتحكم فيها بيوم من الايام صحيح فالخبر هذا جدا مميز والعلم وايد تطور شيخه وصار وايد يخوف صح وايد الدنيا قاعدة تتغير انا ما ما ادري انا احس ان الناس لازم يحطون قفص حقهم بالبيت ويقعدون بالبيت ما يتحركون لان من صدق من صدق الناس قاعد التكنولوجيا قاعدة تتطور بطريقه تخرع وتدش حق خصوصياتك انت مثلا قاعدة تمشي بشارع ما تشغل بحد احس جهاز راح يطلع انه يقول انت شنو قاعد تفكرين الحين وشون قاعد تتحركين وين بتروحين لا لا وايد وايد قاعد اشم بالخصوصيه رجاء لا شوف ترى انتم قاعد تساعدون بهذا الشيء حبيبتي يعني من خلال استخدامكم مثلا مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات اه يعني سناب شات يخليش تعرفين الواحد متى نام متى قاعد متى كلا متى شرب على يعني على استعمالك انت يعني مشاعل شلون على استعمال الشخص يعني لا في سناب, سناب شات شنو استعماله استعماله انا رايح انا راد أنا, انا مش شنو حياتك اليوميه فصار يعني في شيء صار وايد واضح ان الناس يعني انا اتكلم مثلا على المشاهير خلينا نقول على سبيل المثال المشاهير ان الناس وايد تتابعهم إن الناس تبي تشوف هم شنو قاعد يسوون بس شخص انام اقول انا بنام لا لا ما شاء الله اقعد انا بنام انا أكل شو اصور سناب صدق عندي سناب عندك بس برايفت حيل مشاعل اي آه شنو اصور؟ شو تصور؟ مثلا اليوم انا كاشخه الحين اليوم اليوم شنو صورت؟ امس طبعا ما في مو مطرشه كل مو يوميا سنوات. مو يومياً. <applause> اليوم شنو طرشت؟ طرشت وانا بالسياره وانا هي الدوام فكنت يعانى باكل شيء خفيف مو ثقيل بعد يعني قبل الحلقه فقاعد اكل بطاط فقاعد اصور ان طاع اليوع وما عندك وقت وبسرعه بسرعه دوام ان انا قاعده اكل الحين ورايحه الدوام بس ان انا لابسه وتشيلنا شيء يضحك حلو مو شرط اقول انا نايمه انا ما ادري شنو خصوصيه هذه بس ايه انا احس ان الحياه وجهه نظر يا جماعه يعني كل واحد عنده وجهه نظر في حياته اتمنى من اي شخص يسمع وجهه نظري انه يحترم وجهه نظري مثل ما انا احترم وجهه نظر اي احد لان انا عاده لما اقول وجهه نظري يصير يعني ضجه عليها انه يعني مو من قبل الناس لا, لا, لا من قبل صديقاتي ليش قلتي شي ليش ما قلتي شي انا اقول رايي صراحه يا جماعه بشفافيه ما احب احد يطلع على حياتي خلاص حياتي حقي انا انا بالتلفزيون اسولف معاكم واقول لكم رايي واسوي كل شيء بس حياتي برا ملكي انا اهلي اصدقائي واحنا نحترم حياتي هذا الشيء هذا لازم كل شخص يحترم وجهه نظر غيره أكيد ويعرف ان الشخص اللي قدامه مثلا ممكن يقول شغله مثلا تمثله هو ما تمثل الشخص الثاني اللي موجود معه الحين بنروح بتقرير مميز بس قبل لا نشوف هذا التقرير ابي اوجه تحيه كبيره للزميل السابق العزيز الغالي جراح ثويني بنروح التقرير نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه احنا عندنا المهرجان اليوم القفال الختامي حق موسم 2014 2015 طبعا السيارات المشاركه عندنا هي من نوع سبورت، كلاسيك معدله تراك وانيتاد وفي استعراض استعراض الحر في دريفت في اللي يبي ينزل بسيارته يشارك حياها الله المهرجان فيه فعاليات وايد حلوه جوائز سحب واستعراض حر وبريك وبنزين يعني شيء حق اهل السيارات يستانسون فيه في اخر الموسم ان شاء الله. هذه الفعاليه مثل ما انتم شايفينها يعني بصراحه اه تخلي على الاقل الناس تتعرف على اه فعاليات الكلاسيك كار احنا بس طلبنا ان يكون لنا نادي متخصص بهذه الامور اه ولنا يكون مكان بحيث ان احنا لما نجي نعرض ونقدم دعوات على الاقل يكون في مكان لنا للناس اللي تي وتحضر هذه الفعاليه شكر لهم على هذا النادي نادي السيارات لنهاية الموسم مسوي الناس عرض أنا الصراحة هذه الأشياء أحس إنه يحتاجها الشاب يعني يحبونها الشباب إنه يسوون إيفنتات كذي بدال لا يسوون أشياء برا يعني ترى السيارات غالية يبونها من برا سيارات ايه قديمة قديمة ايه وسعرها وايد غالية يجمعونها فيعرضونها يعني كل واحد عنده سيارة يجيبها ويوريها أنا ليش قلت جراح ثويني قبل شوي يعني تحيه كبيره لابو لا مشعل هو بعد من الاشخاص اللي يحب يقتني هذه السيارات عنده سيارات رهيبه عنده سياره صفراء يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن ما ادري اذا موجوده الحين ولا انباعت يعني خطيره جدا هذه السياره ونادره يمكن ما تشوفينها بالشارع مستحيل تشوفينها النادره احنا قاعد نشوف الشباب مشاعل على البحر تشوفينهم يصفطون ويسوون عرض سيائر وما فانا عشان شيء قاعد اقول الشباب يحتاجون مثل هذه النوادي انهم يعرضون سيائرهم عندهم هذه الموهبه في لو الأخيرة لهم مسابقات تدريب كان في مبالغ ماليه كبيره أنا اللي عنده سياره غريبه يعطونه مبلغ مالي كبير، فشيء جميل ومشجع لكل الشباب، بس انا مو من عشاق نغير اغير سيارتي، تحبين انت زوايد ورنجات لا لا و... ما احب ازيد على السياره ايه انا يمكن تشل... من داخل اي بس مو الاشياء الملفته، يعني مثلا اركب يعني مثلا الكشنات وشيء اركب لهم شيء جديد بس مو ملون، انه حمايه للسياره، اركب الاشياء اللي تحتاجها السياره بس من برا ما احب ازيد فيها شيء اي احنا البنات كذي ما نحب دائما بس الشباب عندهم يعني حب اللي هم يغيرون خصوصا الرنجات يا الله ايش كثر ناس يروحون يسافرون عشان يشترون رنجه حق السياره ويرجع يعني ترجع طبعا تحيه كبيره لكل عشاق السيارات راح نكمل حلقتنا بريك وردين ضيفنا اليوم شاب كويتي صاحب مشروع فكره يكون معنا مع في كل سنه في مشروع جديد وفكره جديده السنه اللي طافت كان في مشروع جي اكس 2014 واليوم في اكيد بعد اسبوعين مشروع جي اكس 2015 نبي نتكلم عن هذا المشروع وشنو فكرته مع ضيفنا في الاستديو تفاصيل كثيره مع يوسف الرومي مؤسس مشروع فكره حياك الله الله يحييك شكرا حياك الله يا يوسف ومنورنا اليوم راح نتكلم اكثر عن المعرض اللي حضرتك منظمه عندنا فكره اكبر عنه اوكي معرض جي اكس هاي ثاني سنه له وهو معرض معناتها جيم اكسبو في في عده شغلات وهو هو التركيز على التكنولوجيا والبرمجه حق حق الالعاب احنا هنا عندنا بالكويت مبرمجين بس مثل ما شيخة تدري انا كنت احاول ادعم فئات صحيح. رسامين لاعبين نعم سي... المواهب الشبابية المواهب الشبابية كلها بس لها دخل بالتكنولوجيا يعني حلو نعم ف برا تصير في معارض بدول ثانية اجنبية بس ما عندنا شيء شذي بالكويت فشوي شوي انا كبرت شغلي لين قدرت اوصل مستوى ان انظم معرض نظمته سنة طافت وراح اكمل عليه ان شاء الله يكون سنوي معرض سنوي نركز ان نجيب الشباب المبرمجين يورون شغلهم حق الحضور. حلو. نعم. انزين طبعا غير ذلك في مسابقه الكوسبلاي اللي هو الـ الـ شخصيات. الشخصيات اللي يلبسونها، في بطوله جيمز جوائز نقديه فوق ال1000 دينار، في مسابقه مسابقه رسم مو انا مسويها بس في شبار. مجموعه هم ماسكين مسابقه الرسم. وفي ندوات ويعني في هو ثلاثة ايام يعني ما شاء الله ترى معرض كبير السنه طافت ترى الحضور 3000 واحد تقريبا نعم يحتوي على وايد فعاليات راح يكون وما شاء الله قاعد نشوف في كل سنه تسوي هذه المسابقه ان احسن شخصيه ما شاء الله قاعد نشوف الشباب قاعد يبدعون فيها يعني لما اجي اشوف لبس ورسوم ويرسمون اشياء تحس ان أي شخصية نفسها ما شاء الله عليهم الجوائز عندكم كبيره انا يعني بنتكلم عن اقبال الشباب يعني في كل سنه انت تسوي معرض ويكون في افكار جديده، نبي اقبال الشباب هذه السنه اكثر من السنه اللي طافت؟ اي يعني انا مثل ما قلت لك السنه اللي طافت كان الحضور مجموع الحضور تقريبا 3000 واحد، وهذا ترى من دون اي دعم اعلامي من اي شيء هذا بس من السمعه اللي انا بنيتها مع ال... مع الوقت أن مع آه مشروع اسوي مم. مثل شغله بعدين تكبر تكبر اسوي شغله ثانيه ربعهم يقول تعال ترى احنا رحنا اخر مره تعالوا هالمره و... يعني شيء يصير آه فبالعكس ال... ال... الاقبال اصلا وهو اكثر من اللي انا اقدر انا اسويه. صح. يعني انا لو عندي امكانيات زياده كان بعد تشوفين الاقبال دبلات الوقت الحالي. الحالي يعني. نعم. حلو، يمكن حضرتك قلت يوسف انه في اقبال كبير، شلون شفت مثلا تفاعلهم لما قاعد يلعبون غيره، شو كانت رده فعلهم لما حضروا المعرض؟ أه الصراحه أه معظمهم حتى الناس اللي كانوا على طول يجون شغلي أه كانوا منصدمين. حتى انا فريق العمل انا والشباب كنا منصدمين احنا كنا احنا متوقعين كان حضور راح يكون قوي بس ما توقعنا بهالقوه ما شاء الله. لدرجه ان كانوا في ناس مشتكيين ان التكييف مو جاي يلحق يعرقون <applause> لا جد والله صدق بس شعور حلو انه انت سويت اي ان تشوفين المكان بينفجر من الناس ما شاء الله ف يعني اصلا انا اوريدي حق السنه الجايه حق 2016 انا من الحين اصلا قاعد ادور على مكان اكبر قاعد اقول لك هالسنه ما سويت مكان اكبر انا ما قدرت لان انا ترى كل شيء اسويه ترى من جيبي اوكي نعم. ف للاسف انا لما الناس يقولون ليش ما تروح مثل تكلم سبونسر ولا شركه ولا الى معظم الوقت هم يستهزئون بالشغل انا اسويه هذا جيمز العاب يا هلو ما يعني شذي شذي يكلموني شذي يعاملوني نعم. ف بس انا مقتنع بشغلي انا مستانس الشباب مستانسين انزين آه إن شاء الله شوي شوي اقدر ابتدي يعني اطلع فلوس ان اقدر اكبر الشغله حق المستقبل ان شاء الله <applause> نعم فشيء جميل اللي قاعد تسويه يعني انت كافي انك قاعد تشجع هذه المواهب الشبابيه يعني قاعد نشوف حتى قبل الشباب ما شاء الله كل مره احنا نكون معاكم آه، نبي نعرف الهدف منه يعني ما شاء الله انت قاعد تقول انا قاعد ادفع من جيبي وانت اللي قاعد تسوي كل هذا حتى الجوائز للشباب فانت الهدف اللي تبي توصل له شنو هو؟ مثل ما قلت لكم من اول مره طلعت عندكم انا بطلع اسم الكويت عالمي ومحلي عالمي ان لنا برا الكويت عند اول شيء اكو ناس ما يعرفون شنو الكويت كدوله او اذا يعرفون عن شغل اوسط عبالهم شغل اوسط كله دوله واحده مثلا صح. وارهاب وتذبح وقتل وهذا يعني أه تفكيرهم كلش غلط فانا ابي اوصلهم يعني رساله بس شنو توصلين رساله عن طريق شيء وناسه في هاي الطريقه الناس لك ذا شيء سياسي او جدي او هذا صح. وداخل الكويت الرساله وصلها ترى شوفوا احنا عندنا شباب ما شاء الله مبدعين وما حد فيكم قاعد يعطيهم وياي حد قاعد يداملهم صح <applause> بس انا يعني يوسف استغرب انه يعني فكره مثل هذه فكره جميله خصوصا ما ادري بس اذا انت شفت في وايد مواهب مهتمين بالبرمجيات والجيمز وغيره يعني ليش انه ما في دعم ما في احد يوقف معاهم غريبه وانت ذكرت شغله بقول لك عم بعلق عشان تضل قلبي انت قلت ما في دعم اعلامي، بس حضرتك كنت موجود من اول لا ما لا ما لا 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 انا سوري انا مو قصدي عن المقابلات وشذي، بالعكس انتم ما تقصرون وانتم اصلا انتم للعلم الراي السنه اللي طافت انت ما شاء الله اول ما الشيخة اصلا استانسها ادري لا لا انا ما شاء الله عندي علاقه معاكم على طول يعني صحيح. وانا صراحه انا ارتاح لكم شرفنا اكيد آه وانت اصلا للعلم السن... جي اكس 2014 ترى قناه الراي كنتوا انتم جايين ومصورين الحدث نفسه بالمكان رأيت لك قبلها؟ السنه اللي قبلها و... صحيح بس لا انا قصدي اعلام اللي قبل المعرض زين مثل قصدي الدعاية, الدعايه دعايه ما في دعايه صفر لان ما عندي فلوس عشان احط دعايه ما جربت تشتغل هالسنه على الدعايه؟ لا انا شوفي فلوسك كلها حاطها بالمعرض شغل المعرض ما عندك اي دعايه فيعني الدعايه, يعني الدعاية تقريبا هو هو هذه المقابله انزين بس كدعايه مثل الشركات اللي متعوده عليها مثل حضور ش... لافتها بالشارع وماخذين الصفحه بالصحافه أه أه. لا هذا ولا بالتلفزيون آه هذا آه ما اقدر آه انا حاليا انا ما, ما اقدر عليه، وأنا ودي بالعكس لان إن شاء كل ما الله. يا ناس اكثر كل ما افضل يعني ان شاء الله زين بس بسالك سؤال يعني هل في يعني في فلوس تربحها من بعد هذا المعرض؟ في رادع مالي لك انت شخصيا؟ لا آه للامانه ترى اخر اربع سنين شغلي يا يا بخساره يا مغطي التكاليف م. انا بس الحين سويت خطه جديده وكل شيء ان شاء الله من السنه الجايه ان شاء الله 2016 اطلع شويه نعم شيء جميل لا ان شاء الله يا رب هالسنه يكون عندك سبونسر يعني نتمنى فعلا إنه مثل هذه الاشياء وايد شباب مهتمين بالجيم يا جماعه وايد شباب عندهم مواهب جميله ومواهب مميزه يا ريت لو احد يدعمهم مثل حلم حل لو او اي هوايه ثانيه مثل رياضه او غيرها يعني فنتمنى انا اتمنى من كل قلبي <applause> يا يوسف يكون عندك <applause> سبونسر ان شاء الله انا للامانه انا هالسنه ما كنت قاعد ادور زين اكو بشركة شركه واحده انا كلمتها وحتى اصلا انا قلت لهم اصلا انا صراحه ما ابي سبونسر بس اذا انت اعطيتوني شيء راح افكر فيه انا بعين فكرت فيها وقعدت مع الشباب قلنا الصراحه لازم احنا نشيل نفسنا واحنا نطلع فلوس من شغلنا ما يصير نعتمد على واحد اي واحد غيرنا الله. يعني اذا انا قاعد اعلم الشباب ان هم يطلعون من نفسهم ما يصير انا لازم اعتمد على غيري لازم انا اكون مثال لهم صح, عادي اكيد يعطيك إيه؟ العافيه يعني انت قاعد تعطي وايد حق الشباب وإحنا نفتخر في مثل هذه المعارض ما شاء الله يعني اعتبره نفس تطوعي من الشباب انهم قاعد وقاعد يشاركون ما شاء الله وقاعد ياخذون جوائز نبي نعرف الانضمام المشاركة لهذا المعرض شلون ممكن يكون؟ المشاركة هو أول شيء الحضور مجاني مفتوح للجميع هي دعوة مفتوحة ممتاز آه بس المشاركة هي في بس مسابقتين تشاركون فيها اللي هي مسابقة الكوسبي مات الملابس أوكي آه ومسابقة الجيمز اللي عليها فيها جوائز نقدية حتى أنت ما تل هي جوائز نقدية <applause> احنا من كذا ما يعني ما شاء الله الحمد لله كبرت الحين انا سويت ابلكيشن على الايفون وعلى الاندرويد ما شاء الله تبارك الله التسجيل حلو. يكون كله عن طريق الابلكيشن وليش الحين انا ابلكيشن اول شيء ما شاء الله شغلي توسع وكبر وعدد الناس اللي قاعد تشارك عندي زاد انا يعني مو معقول كل واحد بيدي أكتبه راح راح اضيع صح صح أه فاول شيء هذا شيء الكتروني يسهل لي كل شيء وثاني شيء انا مجال تكنولوجيا لازم انا اسوي شيء تكنولوجي صح, <تصفيق> صح. <applause> شنو البرنامج اسمه عشان اللي يسجل فكره ابلكيشن نعم فكره ابلكيشن يعني اتمنى من كل الشباب اللي عندهم مثل هذه المواهب ان هم يدخلون على هذا الابلكيشن ويسجلون عشان يكونون موجودين هل راح تكون يوسف في عندكم ورش عمل بالمعرض أه مو ورش عمل بس راح يكون في ندو ندوات حلو أه في السنه الطافت كان في واحد سويدي يا الكويت اوكي وهو رئيس شركه جيمز أه هو كان نوعا ما مو متخوف بس كان عنده يعني انطباع شويه غلط عن الكويت المهم يا وانا انا قابلته شخصيا برا واستانست عليه ارتاح يعني انا ارتحت له له ليش ما تجي الكويت؟ قال اذا بتسوي شيء قول لي انا راح اجي. حلو. فعلا كلمته قلت له راح نسوي 2014 وحضر. أه وهو لعبته معي ما شاء الله انباعت بالملايين يعني صار مشهور بيوم وليله ما شاء الله <سؤال> آه يا ترى كلش يعني توقعاته ان حضور راح يكون بسيط وجمهور عادي وماكو كوستلي مو سلبي بس انه شيء جدا جدا عادي يا انصدم <صفيق> زين الحمد لله <سؤال> فهو من كثر ما استانس الحين بيرد مره ثانيه بيقدم ندوه وغير ذلك هو ماخذ ما بوث ولاول مره بتاريخ الكويت ان شركه صنع جيمز تي الى الكويت اه تجربين لعبتهم قبل تنزل بالسوق حلو هذا شيء ما صار مر بتاريخ الكويت من قبل وهو حتى نبي اعلانات حصريه حق لعبته بمعرضي قبل اي معرض ثاني قال انا مقدرك يا يوسف انا اثر عندي دعم برا اكثر من 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 داخل <applause> وهو كان مقدرني قال انا بسوي لك اشياء انا لان الحين خاصه مشهور الكل جاي يتابع لعبتها متتنزل شنو اخر اخبار فبيسوي اهم اعلانات عندنا هنا بالكويت شيء جميل هو راح يكون موجود يعني بالمعرض هذا يكون موجود. هل في مشاركين يعني من خارج الكويت غير هذا الشخص اي انا شوفي انا بشكل عام دول الخليج دائما يشاركون معنا من السعوديه من البحرين امارات وقطر من الدول الاجنبيه في احتمال يمكن يشاركون من انجلترا، م. من اليابان و دائما يكون عندكم من اليابان الياب... السفاره اليابانيه تعرفين انا عندي علاقه دايما قويه دائما يكونون موجودين في المعرض م... هو دائما يكون موجودين وعندنا احتمال بعد يمكن من سنغافوره ممتاز يعني نتمنى لك التوفيق يا يوسف يعني اخيرا متى راح يكون المعرض؟ بعد وين مكانه؟ بعد اسبوعين يوم الخميس خميس مع السبت 7 8 9 5 في ارض المعارض صار رقم ثمانية إن شاء الله أكيد نتمنى لك التوفيق يا يوسف في هذا المعرض وأكيد لكل مجتهد النصيب يعني وإن شاء الله يا رب هالمعرض يثير ضجة أكبر من السنة اللي طافت كل الشكر لك يوسف الرومي مؤسس مشروع فكرة يعطيك العافية وما قصرت على وجودك كل الشكر لك والله يوفقكم في المعرض ان شاء الله يعطيك العافيه يوسف الرومي مؤسس مشروع فكره ومعرض جي اس جي اكس 2015 يعطيك العافيه مشاهدينا مكملين معاكم من بعد الفاصل خليكم معنا رجعنا بعد هالبريك ومكملين حلقتنا والمجموعات الشبابية والتطوعية اللي عندنا بالكويت أكيد دائما رافعين اسم الكويت وين ما يكونون يعني أمانة جهود كبيرة قاعد يبذلونها هذه الشباب في المجموعات التطوعية اليوم عندنا مجموعة مميزة مجموعة سور الكويت راح نتعرف اكثر على انشطتهم اهدافهم شنو بيسوون وعندهم بعد شيء مميز راح اكلمهم عنه من خلال هذه الفقره بدايه منوريننا طبعا عبد اللطيف الربيع رئيس مجموعه سور الكويت التطوعيه حياك الله الله حياتي كان طالع هناك طالع عند طارق وطارق العيسى عضو رأي عضو مجموعه سور الكويت التطوعيه حياك الله الله يحييك حياكم الله شيخه بس اقطع بالخير ترى عادة انا مره اقول طارق طالع مني لا عادي لا شباب لا يعطيكم <applause> العافيه اكيد احنا يهمنا ان احنا نتعرف اكثر على هذه المجموعه مجموعه سور الكويت بدايه منو حاب يتكلم يعرفنا عن المجموعه اخوي تفضل عبد الله الله يحييك والله اليوم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم مجموعه سور الكويت اسست تاريخ 9/9/2014 صار لنا اكثر من ست شهور اهداف مجموعتنا هي رسم تسامح حق دوله احتياجات خاصه تكوين صداقات اخويه بين المتطوعين وتعريف الشباب بهمه عمل تطوعي ورفع اسم دوله الكويت عالية في شتى مجالات الدول الخليج ما شاء الله عليكم يا شباب طارق انا سالتك السؤال قبل الهواء وإحنا ارد اسالك يا طارق صح إيه طارق أشواء. الحمد لله أشواه ما قلت غلط <applause> ابي اسالكم شباب ليش اخترتوا اسم سور الكويت؟ لان اول شيء سور الكويت هو اللي يحمي قبل سابقا كان يحمي الكويت فاحنا و... شباب كلنا ف انت تحمي احنا الو... إيه نحميكم، اي او الواجهه حق الكويت مثلا احنا لما نمثل برا عندنا تمثيل بدبي والبحرين مثلا بالعمل آه. التطوعي اي فاحنا سور الكويت يعني هذا المعنى هذا يعني الهدف إحنا إيه. اكيد شيء جميل ان انت جد شباب الكويت وهو سور الكويت يعطيكم العافيه اكيد على هذه المجموعه بس نبي نعرف منك عبد اللطيف من من القائمين على هذه المجموعه آه طبعا انا رئيس مجموعه مؤسس رئيس مجموعه طارق العيسى اخوي مؤسس معي المجموعه ونائب الرئيس مبارك عيسى نعم, أه. بس انتم الثلاثه اي نعم يمكن طارق تكلم عبد اللطيف عن الفئه المستهدفه يعني هم أه. اخواننا وحبايبنا من ذوي الاحتياجات الخاصه صحيح يعني إحتياجات الخاصه والايتام مثلا عمال النظافه وشي يعني ممتاز يعني الاسر متعففه هذا اللي يعني, يعني احنا مو بس احتياجات الخاصه حلو يعني كل شخص خلص. تحسون انه هو محتاج الى رعايه محتاج <applause> الى أو ما نقدر نقول لهم محتاجين محتاج, محتاج يعني شوي صعبه احنا لهم. كلنا محتاجين الى الحب كلنا محتاجين, صح محتاجين صح. الى الدعم كلنا محتاجين الى الكلمه الحلوه نقدم لهم مثل الابتسامه احنا مساعده نحسسهم انهم مثلنا طبعا هو مو... فعلا مثلنا ايه. نعم فوايد ناس يعني مرات تحس انه شوي يقللون ايه. من قيمه شاب ف... قول اللي بقلبك اي هو اه لا مرات يحسسون يعني حتى احنا لما نشتغل يقولون ايش عندكم قاعدين معاهم مرات في بشر اي هل واجهت مثل هذا الاشخاص؟ إيه لا شو كانت رده فعلك؟ يعني بكل امانه نبتسم نقول له جرب اللي احنا نسويه يعني كلنا ابناء آه. ادم وحواء طبعا <applause> يعني, يعني استغرب تستانس انت نفسك لما تحط راسك على المخده ان انت خليت شخص شيء مرتاح مسوي شيء حق الديره مسوي شيء فانت ترتاح اذا ياكم شخص كذي حاولوا انكم اه تضمونه لهذه المجموعه حاولوا انكم تخلونه يجرب عشان يحس فيها هو شاف شغلنا مثلا بالانستغرام اول ما بدينا شاف شغلنا مشعل شوي من صدمه من الموضوع انا امانه انا وايد انقهر يعني شوفوا شباب يمكن انتم لانكم يعني في بقلبكم حب في بقلبكم رحمه في بقلبكم موده لاي شخص فعشان شيء انتم تحسون بغيركم بس لما يجي شخص يقول مثل هذه الكلمه انا احس انه يعني هل هو انسان طبيعي مثلنا هل هو يفكر مثل تفكيرنا انه يتكلم عن اي شخص يعني, يعني كان شاعر اصلا عنده انا صدرت <applause> 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 <رأيت سدفت>. ها <مه> هو الحين لما هو شاف شغلنا من في بعض الشباب الله يهديهم لما شاف شغلنا استانسوا يعني شافوا ان احنا قاعدين نشتغل وكذي استانسوا، <applause> بعض الشباب قالوا وش عندكم ليش انتم قاعد تسوون عشان مثلا شو او صور وكذي نعم. بس الحمد لله يعني عقب ما اشتغلنا يعني الحين انا وعبد اللطيف يعني غير فريق هم من قبل اشتغلنا بمسجد نعم. الكبير وكذا مكان ما شاء الله نعم <applause> هذا اللي نبي نتكلم عنه يعني نبي نعرف شنو مشاريعكم؟ يعني شنو الاشياء اللي سويتوها؟ عبد اللطيف أه سوينا وايد اشياء مثل عندك اسقاء 100 عام في مسجد جابر العمال و وزرنا اخواننا مرضى سرطان قدمنا لهم مثل طريقه حوض السمك حوالي حق 50 مريض اشاطيهم التفاؤل في سرطان الثدي فعالية سرطان الثدي شيء وايد حلو و50 حقيقه مدرسيه حق اسر متعففه قدمناها وما ماتت رمضان طبعا كل رمضان قاعد يعني نسويها وطبعا افطار حق الصيام افطار صائم حق العمال نظافة, نظافة أو صار متعففة إن شاء الله قاعد نجهز لها حق رمضان الجاي. يعني نعم هذا كله تطوعي منكم كله تطوعي أنشطة جميلة تطوع. يعني وشباب آه مليئين بالحب والعطاء واكيد انتم بذره جميله لاسره جميله اللي طلعت مثل هؤلاء الشباب يعني تحيه كبيره لاهلكم والله اللي عرفوا يربونكم هم اللي اي والله تحيه كبيره لهم يعني اذا كانوا الحين قاعد يتابعونا ان اعطونا مثل هالشباب اللي بقلبهم الرحمه والحب لان الرحمه تغرسها بعيالك يعني صح. تقول له ان هذا انسان حرام في ناس يقول لك مثلا واخر واخر لا تكلم انا شفت مره مثلا الموقف اللي اللي يصدم مثلا تشوف اخوان احد مثلا من ذوي احتياجات خاصه يقول له واخر واخر لا تقرب يمه فانتم اكيد اهلكم علموكم على الحب عشان كذي انتم شباب طبعاً. تعطون الحب لغيركم. سؤالي لكم كانت لكم تجربه خارج دوله الكويت، شلون تقيمون هذه المشاركه؟ أه كان عندي تجربه انا يعني شباب ظروف الدراسه ما كانوا يقدرون انا يعني مثل زركت شوي حلو سافرت دبي عندنا كان يوم اليتيم العربي أنا حلو هو ما ادري اليتيم العربي العالمي فكن انا ممثل كنت الكويت ممتاز فكان ما شاء الله يعني الحلو ان الخليج كلهم ما شاء الله جايين من كل دوله وجاي يشاركون حق الايتام وكذي وكان باستضافه طبعا الشارجه وشرطه الشارجه ما شاء الله وكان تنظيم جدا جميل وحسينا شلون يعني الخليج كلهم قاعد يشتغلون حق الايتام ماكو احد يعني الحمد لله مهضوم حقه. نعم وكلمنا انت عبد اللطيف على مشاركتكم بالبحرين شنو اضافت لكم؟ اول شيء فخر حق الكويت حق اهلنا. هي كانت السنة اللي طافت صح؟ السنة اللي طافت نعم. كانت تاريخ 28 و 26 26 27 28 12 مؤتمر صار بالبحرين ثلاث ايام، مثلنا الكويت باحسن صورة حق هالمؤتمر بس ما طفي تطوعنا. نعم ممتاز. عندنا تطوع صار كله وقلنا اهدافنا واعطينا اعطينا فكرة عن صور الكويت. اضفنا يعني ان الكويت عندها يومية تطوعية قاعد تعطي تعطي العمال كل شيء ترفع اسمك يعني. كل شيء نعم ممتاز يعني ترى ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا الكثير من الفرق بس في فرق يعني للاسف ما تكمل في فرق لا, لا تحرص انها هي تكمل خصوصا الشباب اللي يكونوا مثلا في المرحله الدراسيه يكملون للجامعه مثلا يكملون أه. ما بعد الجامعه حتى اذا صار عندهم شركات يدعمون هذا آه هذه الاعمال التطوعيه آه ابي اسالك آه طارق أه. شلون تشوف آه اقبال الشباب على العمل التطوعي يعني خصوصا ان انتم جروبكم بس, أه بس شباب, شباب إيه. يعني بس الشباب ما يبون العنصر النسائي معاهم هذا هذا الشيء المميز <applause> لا، لا، اللي عندهم. نتعاون مع معاهم بس مو عندنا بالفريق أساسي. حلو يصير تعاون بين فريقكم وبين أيوه فريق اخر أيوه؟ تطوعي اذا كانوا محتاجين الى. عنصر نسائي. ودائما تكونوا ان شاء الله محتاجين. <applause> ان شاء الله. إيش شفت تقبل الشباب؟ <تصفيق> هو والله اول شيء كان شوي متخوفين الشباب. <applause> بس لان ربعنا والنادي وحتى مرات انا ربعي يعني الخاصيه بالديوانيه اناديهم مو معنا بالجروب فاناديهم يساعدوني يشاركون اي فشيء حلو ان شبابهم ولا هم حابين هذا الشيء لا والله حابين لان نعم. في شباب حسب ان اذا دشيت جروب لازم تلتزم صحيح احنا عندنا لا مو شرط تلتزم يعني هذا عمل تطوعي حق الكويت وحقهم نعم أكيد هذا شيء حلو إنه نشوف شباب قاعد يسوون عمل تطوعي ومن قلبهم حابين الشيء اللي قاعد يسوونه. عبد اللطيف نبي نسأل نسألك شنو أبرز التحديات يعني العمل التطوعي أو المجموعة اللي أنتم قاعد تسوونها ممكن في صعوبات أو تحديات واجهتكم؟ هي الصعوبات طبعا أول شيء طريقة الدعم لأن كلها من حسابنا خاص كان طلبة مم. بالتربية الأساسية أو طلبة بالمدارس. التحديات وطريقة طريقة الفعاليات اللي قاعد تصير بين المجاميع التطوعية أنا اللي آخذها غصب. ما يصير غصب شلون تاخذها غصب يعني حاجة. ايه انا قلت شغله في فرضا فعاليه من الفعاليات حق ذوي الاحتياجات خاصة طالبين بسهور الكويت بالاسم انه <applause> تنظيم حلو اتيت مجموعه من وراك من ورا ظهرك تكلم الرئيس او القائم على الفعاليه هذه انا بيها انا اقدم منه وانا 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 فكذي <applause> نتنازل عن هو عمل تطوعي الاخير فاحنا كذي قاعد نتنازل عنها خلاص تبي تروح خذها كيفك على راحتك يعني <applause> كلنا تطوع كلنا قاعد نمشي على الطرف هذا يعني نعم وهم طالبينكم حدوم. اساسا انتم ما طب... رحتوا وفرضتوا نفسكم إيه. ما فرضت نفسي ايش نعم. تسوي هذا هو اللي يبونه يعني تحسون انه يعني ممكن تصير مثلا والله تعال بالقوه اخذها اي انا كي ما كنت اقول هاي الكلمه انا كنت اقولها <applause> بطريقه اخرى يعني بمهد يعني لها. حتى بالمجامع التطوعيه في واسطه في واسطه في في, في في اكيد طبعا يعني ما كان أ... مكان مكان الله اكبر يا مشاعل حتى بالبيت عندك واسطه اليوم مشاعل ما تنام لا ما ادري يعني انا استغرب ان عمل تطوعي اذا نتحد مع بعض ونسوي الشغل لا ليش لازم نطلع باسمنا لا الحين طالعين لا عادي المجموعه الفلانيه ومجموعه الفلانيه كلكم يقولون ليش لازم نطلع الحين احنا عادي كم مره نشتغل انا وعبد اللطيف باسم فريق بس بس مو فريق صح حتى ما يعني ما نحط كنايهات ونمشي ومن نمشي صح هو عمل اول شيء ترى انساني يعني واحنا بلد الانسانيه طبعا فعندك الحين ما قاطع كلام طارق الخوي فعاليه اسبوعيه ما تري يوم يمعه بطلنا المجال حقهم حق الفرق الطبيعيه الثانيه في فرق قليله شاركت وفي فرق قالت لا انا اشارك مجموعتي اطلع اسم مجموعتي لا اشارك معك وهذا عمل انساني حق عمال النظافه اذا اللي قاعد يفكر بهذه الطريقه حلو اهو شلون يعني مفكر العمل التطوعي يعني انت حبيبي جاي مو ترفع اسم فريقك التطوعي انت جاي تساعد سواء كان باسمك مو اسمك يعني انا لما بروح اشارك مثلا في يوم من الايام بعمل تطوعي ما راح اقول ان انا مشاركه باسمي والله انا مشاعل حطوا اسمي هم ولا بحضور مشاعل انا ما انت لما تعطي حق انسان محتاج ولا شيء اصلا لازم ما حد يدري صح لا اسمك صح. ولا, ولا 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 اي شخص ولا صديقي ولا بس هذا هو يدش بالعمل الانساني اول شيء يعني مثلا يقعد له اشهر بعدين اخر شيء تنظيم وهذا فهو يبي أو شيء يرفع اسمه من ناحية الإنسانية وبعدين يروح لأماكن ثانية. ف... يعني النقطة يروح, يروح أماكن ثانية يعني شنو؟ يروح مثلاً ينظم عارض شيء كذي. مادي. ف... يكون العائد مادي. آه هني إيه لا تفرق عاد. آه إيه فهو هو يرفع اسمه من طريق الإنسانية بعدين يروح كذي. آه يعني عنده أهداف غير الأهداف الرئيسية للعمل عمل تطوعي. يعني, هذا ما يصير. يعني حاط اسمه مجموعة فلان الفلاني التطوعية. شهر يقع تطوعي بادي الأشهر كله مادي 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 نسى عمل تطوعي اه يرفع اسمه بعدين يرفع لما اسمه الناس يبونه يصير مادي يعني انت اذا تبي كذي شيل كلمه تطوعي وروح ما حد جابرك لا لا تشوه سمعة التطوع طبعا اذا انت تبي فلوس خلاص سوي سو لك شركه او سوي لك فريق مم. ينظم مثلا فعاليات في فريق نعرفه شباب ما شاء الله يروحون لا يقولون نحن نبي عاد مادي يقول بس مو بس ورا مو مو اسم تطوعي وهذا يعني انت قاعد تشوه سمعتنا احنا فرضاً احنا لو نروح مكان برا الكويت خليج ما خليج يقول والله انا قاعد اسمع مجموعة تطوعيه أيه. كويتيه قاعد تشتغل بفلوس انا وايد حاسسني بعد كنت بروحي قلبي عبد اللطيف انت شخصيا انت رئيس المجموعه صح؟ انت شخصيا لو تروح مثلا معرض يدقون عليك يقول لك احنا نبي نبيك تنظم بس بشرط نعطيك المبلغ الفلاني وتاخذه راح تاخذه ولا لا؟ شوف رح انا, أنا قلت شغله اول شيء ليش راح ارفض ان انا مجموعه تطوعيه؟ حلو؟ أوكي. في ناس تاخذه تلعب في تسلسل فرضا نعم تطلع ممكن تاخذه تقول انا راح اخذ هذا المبلغ اساعد فيه اساعد فيه انا ساعد اقول اساعد فيه حق عمال نظافه شيء عشان انا ما عندي دعم بس انا مجموعه تطوعيه ليش اخذه؟ انا جاي انظم حق معرض وجه الله عرفتي؟ اذا كان المعرض هو فرضا تجاري مثل بوثات ما بوثات اخذه اقط المادي اللي حق فرضنا فعالية إنسانية أو شيء. نعم يعطيكم العافية كيه. يعني أمانة أنا استمتعت أن عندنا شباب مثلكم وضاق خلقي على الكلام اللي أنا سمعته، تدرون ليش؟ لأن يعني العمل الخيري في ناس فعلا محتاجين الواحد يوقف معاهم، محتاجين يرسموا مع البسمة على وجوههم، فأنت لما تيجي تاخذ فلوس معناته ترى أنت ما تطوعت ولا أنت قدمت شيء في تطوع، يعني أنت قاعد تاخذ فلوس مقابلة، ف حلو حتى انا بالمواضيع الانسانيه خلي شوي الانسانيه شغاله عندك يعني لا تاخذك الدنيا ولا تاخذك الفلوس هذه رساله الى بعض الاشخاص اذا انت حاب تسوي فريق سو فريق بس أنت بس, بس لا تشوه اه اسم الفرق التطوعية وأكيد يمكن حالات نادرة الموجودة فتحية ايه كبيرة. شوية إيه, ايه فتحية كبيرة لكل الشباب اللي دائما يحبون العمل التطوعي. نعم كل الشكر لكم على وجودكم اليوم بس نبي نعرف طرق التواصل شو ممكن يتواصلون معكم الناس؟ إنستغرام وفي رغم عندنا الإنستغرام S O O R K W T عندك للتواصل نعم. 90085355 نعم اكيد الحين قاعد يظهر اسفل الشاشه اللي حابين يتواصلون معاكم كل الشكر لوجودكم اليوم <applause> معنا عبد اللطيف الربيع رئيس مجموعه سور الكويت التطوعيه وطارق العيسى نائب رئيس عضو عفوا <applause> آه مجموعه سور الكويت التطوعيه حياكم الله معنا وكل <تصفيق> الشكر <تصفيق> على وجودكم معنا مشاهدينا مكملين معاكم رايكم شباب من بعد الفاصل رجعنا من بعد هل بريك ومكملين حلقتنا معاكم يمكن تناقشنا عن مواضيع كثيرة سواء عن المعرض أو عن العمل التطوعي والحين عندنا الأخبار اللي راح نتكلم عنها مثل ما قلت أنا في بداية الحلقة عندي خبر إنه غريب من نوعه يعني وشيخة بعد عندها خبر راح تقوله صحيح. شيخة عن شنو موضوعك؟ موضوعي عن صناعة غارب من قوارير بلاستيكية بغزة حقيقي؟ حقيقي خبر حقيقي 100%, 100%. راح نتكلم عنه وراح اقول تفاصيل بعد شوي عنه حلو أه قبل لا نروح يمكن قبل لا نقول اخبارنا وقبل لا نقول هذا عندنا تقرير عندنا تقرير اي مشاعل أه قبل تقريبا كم يوم سووا ايفنت كنتاكي اطلق عندهم... الكولونيل ها أه. كولونيل كولونيل <applause> انزين فعندهم أفتس... افتتحوا أه فرق هني بالكويت بالضجيج رقم 700 بالشرق الاوسط وقاعد يحتفلون اسمه اطلق الكولونيل شنو؟ قولي اطلق الكولونيل حلو <applause> قلتيها صح مشاعل اكيد احتفلوا في هذا الفرع السبعمية 700 بالشرق الاوسط مكانه بالضجيج خلينا نروح نشوف هذا التقرير تفاصيل والرد أهلاً بكم جميعاً. أنا فخور جداً بوجودي هنا اليوم بالكويت، حيث نحتفل بالمتجر رقم 700 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولقد كان أول متجر لنا هنا في المنطقة تم افتتاحه في عام 1973 في السلمية. نحن هنا اليوم نفتتح المتجر رقم 700 في الضجيج. ونحن فخورون جداً بأننا كبرنا في الخليج عامة وفي الكويت خاصة. عبر العقود بهذا الشكل نحن نسعى لاعلى المعايير العالميه ونحرص على اتباعنا لتلك المعايير في الداخل والخارج وفي الحقيقة المنتج الذي تستخدمه في كي اف سي هو نفسه المنتج الذي تثقون بشرائه في السوبر ماركت يوميا، ونحن نفخر بان نكون على قدر توقعاتكم في الطعم والجودة، ونحن نتاكد اولا من تدريب طاقمنا قبل البدء في العمل لضمان ان زبائننا ستحظى بالافضل حينما يطلبون دجاج كنتاكي وندربهم على كل خطوات التعامل مع الدجاج. داخل المطعم قبل وصوله لزبائننا. نشكركم على الانضمام إلينا في الاحتفال بالمتجر رقم 700 على أمل أن نلقاكم قريباً مع رقم جديد. رجعنا من بعد ما شفنا هذا التقرير واطلق الكولونيل والافتتاح لي الفرع ال 700 يعني اللهم زيد وبارك كنتاكي في الكويت طبعا راح نتكلم عن الـ 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 الاحلام شنو شلون. يعني الاحلام؟ دراسه بالمانيا صارت ان الانسان يقدر يتحكم باحلامه عن طريق تيار كهربائي يوصلونه بالمخ. شلون شلون؟ يعني يخلونك تحلمين الاحلام انا قلت لك انا مو مستانسه من الخبر يعني فشو يقول لك؟ يقول لك انه انه سووا مثل ما دوا تيار كهربائي وصلوا للمخ المخ أي. زين آه يخليك تطلق تيار... تيارات كهربائية تخليك تتحكمين بالحلم مالك وتمشين الطريقة ان تصيرين سعيدة تخيله يعني يعني أنا أقول شنو الحلم اللي أبيه وأحلمه؟ إي تحلمينه تمشين الطريقة مو حلو يطلع فجأة <applause> هو يعني ما أدري أحس إنه يعني أوفر يعني يا جماعة دشيتوا حتى بأحلامنا خلاص خلي الواحد يحلم يعني الرب كاتب له حلمه حلمه بعد على طاري الاحلام قبل فتره انا قلت خبر ان كنت مع احمد يمكن قلت خبر ان هم على الحلم ان اقدر انا انت تكونين نايمه انا ادري شنو انت قاعد تحلمين الله اكبر هذا وين ما ادري دراسه يعني مو دراسه نفس جهاز بيطلعونه ما طلعوا للحين انا اقدر اشوف شنو انت قاعد تحلمين لا هذول سووها يقولون هيئتك اللي قبل تنامين أيه؟ اللي انت في ليش احيانا احنا لما نتغش مره يقول مثلا ابي انام كاشخه عشان يمكن وانا بالحلم احلم حلم حلو ان انا كاشخه يقول تصج هيئتك انت تكونين بالحلم نفس الهيئه اللي انت فيها شلون؟ انا اول مره شفت نفسي بالحلم ما ادري انا ما اذكر انا بحياتي صادفت نفسي بالحلم يعني ما طلعت لي نفسي يعني ولا ابي تطلع يعني ما منها بالدنيا تطلع ما, يعني يعني منها ما تدري؟ لا شوفي انا ما احب انا ضد هذه الاشياء اللي تدخل حتى يعني ليش مخي ليش خلاص ما بيتاري يتوصل حتى بمخي <applause> اطلع من مخي <applause> اطلع من مخي خلينا حتى لو حلم وحلو الشيء اللي عادي يعني اللي رب العالمين كاتبه انه بحلم بحلم واحد ساعات يكون ماكل وايد نايم من قد يحلم بس من ممكن انك تجربين هذا الجهاز لا مستحيل انا مو من هالناس لا لا نعم آه يعني يخوف م? ليش يخوف انت قاعد تمشين حلمك لا وشنو احط تيار كهربائي يوصل لمخي زين يمكن ضرب مخي <applause> نعم مشاعل هذا خبر خبرك عندي خبر مثل ما قلت لك قبل شوي صناعه غارب من قوارير بلاستيكيه بغزه ما شاء الله شباب مجموعه من الشباب الفلسطينيين في قطاع غزه في الابحاث بحروا بقارب من قوارير بلاستيكية المستعملة في ميناء غزة تخيلي ما شاء الله هم أه قالوا أن هذا الإنجاز فلسطيني يندرج تحت مسمى صناعة شيء من لا شيء أه مضيفين أنهم يهدفون من صناعة هذا الغارب إلى لفت الانتباه إلى معاناة أهالي غزة أكيد كلنا مع غزة وندري شنو هم قاعد يعانون أه مشاعل بسبب الحصار اللي تفرضه إسرائيل عليهم ويمنعونهم من دخول المواد الأساسية للقطاع فسووا هذا القارب وطول معاهم ثلاث يعني ثلاث اشهر على ما هم سووه يبلغ طوله ثلاث امتار بتكلفه بتكلفه بلغت نحو 500 دولار امريكي يعني بتكلفة بسيطة تكلفة بسيطة ممكن من أشياء مستعملة مش يمكن 160 كويتي تقريبا كذي يعني شيء بسيط جدا شوف ترى مو شيء غريب على الشعب الفلسطيني يعني دائما معروفين ما شاء الله تبارك الرحمن تحية كبيرة أول شيء لكل أهالي فلسطين أن هم من الشعوب الذكية يعني ناس أذكياء جدا يعني وشبابهم ما شاء الله ما شاء الله صديقاتي كانوا بالمدرسة من فلسطين من أذكى الطالبات تبارك الرحمن تحية كبيرة إذا كان في أحد منهم قاعد وحتى يتابعني الحين ما شاء الله قاعد نشوف أن قاعد يبدعون يعني من أشياء مستعملة مشاعل سووا من البلاستيك يعني ما شاء الله عليهم وبثلاث اشهر يعني شيء وايد حلو. صح فهذه كانت اخبارنا اليوم، هذه كانت حلقتنا اليوم، استمتع جدا يا شيخه معاك، ان شاء الله يا رب كل متابعينا استمتعوا بهذه الحلقه، تحيه كبيره لبسومة اللي قاعد تابعنا من المملكه العربيه السعوديه، تحيه كبيره لمخرجتنا ساره ايضا اللي قاعد تابعنا، تحيه كبيره لابو محمد اللي مناشفينه من اول ما الدوام الله يعطي الصحه والعافيه. يعطيكم العافيه كل ستاف رايكم شباب وكل مشاهدينا اللي قاعد يتابعونا اكيد كل الشكر لك مشاعل خلصت حلقتنا اليوم نشوفكم باكر في حلقه جديده من خمس ثلاثه مع رايكم شباب